السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. هل تجميع الصلاة؟ قد يقول أنا من بوسطن، من ولاية بوسطن الأمريكية. نور الدين، نور الدين من بوسطن الأمريكية، يقول أنني أجمع الصلوات، أشتغل اليوم بكامله، طبيعة عملي لا تسمح لي بالوقوف كل مرة، والبحث عن مكان للوضوء، فأضطر مجبرا لتجميع الصلوات والقيام بها في وقت واحد في البيت. أخي نور الدين، الأصل أن الصلوات هي تقام في أوقاتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا في الوقت ديالها مع الجماعة. لكن بالنسبة اللي هما في وضعية اضطرارية بحال المسلمين في بلاد غير إسلامي، حنا أمريكا عارفين بأن أمريكا فيها معاهد، فيها مساجد، فيها حرية اعتقاد. لا أظن بأن كاين هذا المشكل في أمريكا، إلا لكن يا أخي نور الدين عندك شي مقاولة أو شي مركز خدام فيه فيها الضغوطات. فالإنسان فقيه نفسه، إذا شعرت بأنك فعلا مضغوط وبأنك مضطر، ربي عز وجل دلنا قاعدة عامة، قال لك فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. جمع الصلوات في الوقت الواحد راه مضيعة ولا نستفيد منها، لكن إذا كنت مضطر ربنا عز وجل يرفع عنك الإثم. ولكن اجتهد أخي، اجتهد، ربي غادي يبارك لك وغتصلي الصلاة في وقتها بإذن الله الواحد الأحد. هل تجميع الصلاة؟ قال يقول أنا من بوسطن، من ولاية بوسطن الأمريكية. نور الدين، نور الدين من بوسطن الأمريكية، يقول أنني أجمع الصلوات، أشتغل اليوم بكامله، طبيعة عملي لا تسمح لي بالوقوف كل مرة، والبحث عن مكان للوضوء، فأضطر مجبرا لتجميع الصلوات والقيام بها في وقت واحد في البيت. أخي نور الدين، الأصل أن الصلوات هي تقام في أوقاتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا في الوقت ديالها مع الجماعة. لكن بالنسبة اللي هما في وضعية اضطرارية بحال المسلمين في بلاد غير إسلامي، حنا أمريكا عارفين بأن أمريكا فيها معاهد، فيها مساجد، فيها حرية اعتقاد. لا أظن بأن كاين هذا المشكل في أمريكا، إلا لكن يا أخي نور الدين عندك شي مقاولة أو شي مركز خدام فيه فيها الضغوطات. فالإنسان فقيه نفسه، إذا شعرت بأنك فعلا مضغوط وبأنك مضطر، ربي عز وجل دلنا قاعدة عامة، قال لك فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. جمع الصلوات في الوقت الواحد راه مضيعة ولا نستفيد منها، لكن إذا كنت مضطر ربنا عز وجل يرفع عنك الإثم. ولكن اجتهد أخي، اجتهد، ربي غادي يبارك لك وغتصلي الصلاة في وقتها بإذن الله الواحد الأحد. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.